69 وانا بلم في العربيات القديمه واضبها واصلحها. ممكن عربيه تقعد مركونه سنتين وثلاثه مره واحده يجي لها عمل تبقى هي بطله العمل. كان الله يرحمه عز ابو عوف طبعا كان بيحب كل عربيه موجوده معايا في العمل كان بيحب يركبها. اما الفيشاوي ضحك عليا مره وفي احنا في اسكندريه وخد العربيه مننا وسهاني. ممكن عربيه تشتغل يعني حسب الاحداث وحسب رؤيه المخرج حسب انت بتصوري سنه كام. عربية أنور السادات موجودة عندي اشتريتها كانت ممنوع حد يشتريها. أنا من 69 وأنا بلم في العربيات القديمة وبوضبها وبصلحها وتعلمت الميكانيكي عشان حب في العربيات بدأت العربيات أصلحها ووضبها عشان أشتغل بيها والله كان هم بيجروا ورايا وانا بجري وراهم هم الاثنين كان احنا بنجري ورا بعض هم عاوزين عربيات وانا كنت عايز اخش الوسط الفني وكمان حب في السينما والعربيات على حسب السيناريو اللي مكتوب كان عربيات اربعينات بجهز عربيات اربعينات للتصوير كان عربيات ثلاثينات بجهز عربيات ثلاثينات ما ينفعش اجيب 50 اشتغل بيه في العمل ثلاثينات لازم انا كان قبل التاريخ يعني العربيات بتاعتي لم تبقى قبل التاريخ بشتغل هو العربيات 60 برضه بشتغل ستينات ممكن 50 و60 لما يبقى حاجه عشرينات طبعا لازم يبقى برضه عشرينات و10 وبتاع وحاجات زي كده يعني لازم انا بوفق اللي هم عاوزينه بالسيناريو اللي هم بيكتبوه طبعا وبنشوف المخرج عاوز ايه وبننفذ طلبه بالعربيات اللي هو عاوزها بينقي العجل اللي هو عاوزه يعني بعد ما فهمه ده مضل كذا ودي مضل كذا ومضل كذا وبنقعد مع بعضينا في سبيل احنا نحدد العربيات الشخصيات للممثلين والعمل نفسه. اول عربيه اشتريتها عربيه استون موديل 36 اشتريتها ب 70 جنيه. وبعد كده اشتريت عربيات بقى ب 100 جنيه و 125 جنيه. كانت العربيات كانت لسه طبعا القرش يعني كان غالي شويه. بدات العربيات اشتري العربيات دي برده كانت موجوده ايامها كان برده الاسعار دي. كان الله يرحمه عز ابو عوف طبعا كان بيحب كل عربيه موجوده معايا في العمل كان بيحب يركبها يعني بيستأذن مني يعني يحب يركبها ويلف بيها وبيعرض عليا عشان يشتريها وبتاع انا طبعا برفض عشان انا ما عربيات ما اقدرش ابيعها بس هو كان غاوي عربيات مجنون عربيات عز ابو عوف اما الفيشاوي ضحك عليا مره وفي احنا في اسكندريه وخد العربيه مننا وسهاني وخد العربيه لف بيها قعد لمده ساعه في اسكندريه وفين وانا قعدت على اعصابي العربيه راحت فين عربيه فين ببص لقيته جاي وقعد يضحك وانا كنت بلف بيها. عربيه انور السادات موجوده عندي اشتريتها كانت ممنوع حد يشتريها واحد لواء اشتراها من الرئاسه وبعد ما خدها اللواء اسمه اللواء شماره اشتراها. انا بعد كده هو ركبها شويه وبعد كده بدات انا اتكلم معاه عشان اخدها يعني بدات اجيبها منه واشتريها وخلصت فيها وجبتها عشان العربيات ديت مش اي حد يصلح فيها ولا اي حد يوضبها انا ليل ونهار بشتغل في العربيات ديت بوفر العربيات اصلحها عشان تبقى جاهزه للاعمال يعني في مجهود جامد وتعب جامد العربيات دي مش سهله ممكن عربيه اشد فيها اقعد سنه وسنتين وثلاثه بوضب عربيه واحده بس طبعا عندي العجل ده كله خد بالك بياخد صيانه وتوضيب والحاجات دي كلها بتاخد مجهود جامد اقدم عربيه في مصر طبعا عربيه اوبرون 1900 عربية نادرة طبعا عربية كوبرليه عجلة خشب طبلون خشب صدر العربية خشب تفتح الشنطة تديك كرسي تاني عربية انتيكة ولا وضعها كل حاجة بتاعتها الأصلية طبعا دي عربية طبعا نادرة طبعا حاجة قديمة جدا وعربية حلوة بشتغل بيها وكل مخرج بيشوفها بتعجبه بيحاول ياخدها يشغلها معاه يعني العربية اللي ورايا البيضة ديت دي 1908 عربية برضو نادرة برضو عربية فيت اسمها فيت 501 عربية نادرة برضو مش موجودة يعني مش موجودة مبسوط اللي عندي العربيات بتاعتي وشغال في الوسط الفني واشكر مدينة الإنتاج الإعلامي اللي هي عاملة لي جراج في مدينة الإنتاج الإعلامي بالعربيات بتاعتي. كم شهر كده كنا بنحضر في فيلم 1919 اللي هو اسمه كيرة والجن ده احدث فيلم شغالين فيه حاليا يعني حضرنا وبدانا فيه تصوير فعلي تقريبا قربنا نخلص نص الفيلم
كنا عملنا قبليه طبعا فيلم الممر مع الاستاذ شريف عرفه، طبعا ده شفناه على التلفزيون. وعملنا قبليه فيلم حرب كرموز، العربيات كتير مليانه عربيات حرب كرموز، في عربيات جيبات كتير جدا وعربيات نص نقل وعربيات ملاكي، كل العربيات دي موجوده في الجراج داخل مدينه الانتاج الاعلامي. ممكن عربيه تقعد مركونه سنتين وثلاثه ومره واحده يجي لها عمل تبقى هي بطله العمل. ممكن عربيه تشتغل يعني حسب الاحداث وحسب رؤيه المخرج، حسب انت بتصوري سنه كام. الانتاج بيتصل بيحضر مثلا مسلسل سنه اربعينات، ببدا ابعت له صور العربيات كلها الاربعينات، بيبدا بقى يسالني ايه العربيات الفخمه وايه العربيات العاديه، عندنا شخصيه مثلا فاخره، عندنا شخصيه متوسطه، ببدا ابعت له الحاجات دي، كل حاجه بتقسمها لوحدها، بيبدا يوريها للمخرج، بيبدا ينقي مثلا العربيه دي للممثل الفلاني، العربيه دي للممثل الفلاني، وبنبدا ساعتها نجهز الراكورات بتاعتنا عشان ما نشغلهاش حركه بعد كده بقى يحصل فيه لخبطه، فبنجهز الاول الراكورات وبقيه العربيات بنشغلها حركه. ساعات بنغير الوان، ساعات نغير لون فرش العربيه، يعني واحنا بنعمل فيلم عزه مثلا العربيه كان لونها اسود، المخرج طلب ان العربيه تبقى حمراء عشان نعمل بيها فيلم حماده هلال بتاع العيال هرب عزه. واحنا بنعمل برضو فيلم ولاد رزق الجزء الثاني كان معانا عربيه لونها ابيض فاحمر، المخرج طلب ان هي تعمل لونها لبني والفرش من جوه لونه نبيتي. فطبعا كل عمل ليه ظروفه، كل مخرج بيحدد الالوان اللي هو محتاجها بنبدا نعملها له. وساعات بنوضب عربيات كامله الفيلم، يعني احنا وضبنا عربيتين لحد دلوقتي لفيلم 1919 كانوا متدمرين ووضبناهم كامل، سمكره وبوهيه وفرش وكل حاجه.